على القليل ابعت له خبر، انا ضروري اني اشوفه. كتير صعب. صعب صعب صعب، ما بيعرفوا غير هالكلمة. سلطانة، مثل ما شفتي يا فاريا، الروحة من هذا القصر مانا بهالسهولة أبدا. وين ما رحتي بالآخر حترجعي على هالمكان. معك حق. سلطانة قاسم، كيف صارت؟ جرحة لسه زاعجة بس بدها وقت للطيب. مزبوط مثل ما سمعت إنك عرضتي حياتك للخطر لتحمي مولانا؟ إذا بفكر باللي صار معي لليوم بكتشف إنه هو اللي أنقذ لي حياتي. فيني أطلب منك طلب؟ أنا جنبك. رئيس الحرس، قدرتوا تعرفوا مين كان ورا اللي صار؟ رح نعرف أستر خانوم، ورح يتعاقبوا أشد العقاب. بهالفترة أنا محتاجة لوجودك، وبتمنى عن قريب شوفك. سلطانة. سلطانة، حضرتك ليش جايبي الأميرة لهون؟ ممنوع تطلع من قصر أنجرليك. طلبت إنها تشوف أخي. مو ممكن للأسف. شو رأيك تخلي السلطان مراد هو اللي يقرر؟ أستر خانم، شو كان بدها؟ وشو كانت عم تحكي معك؟ في مجال توضح لي يا باشا؟ اجيت تزور السلطانة الأم وتطمن عليها. مولاي، السلطانة عتيقة جابت معها الأميرة فاريا لهون. مولاي، بعرف إنه ما بدك تشوفني، بس أنا كان بدي